السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا المشتركين معانا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إني أحبكم جميعا في الله. فتحت العشوش وهعمل تأكيل يدوي قدام حضراتكم عشان الناس اللي بتقول ما بنعرفش نأكل الزغاليل الصغيرة. أدي زغاليل عمر يومين وعمر 3 أيام وعمر 4 أيام قدامك مستر ميكس، وهقدم التأكيل اليدوي قدام عينيك. ركز كويس قوي أنا بعمل إيه، الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج منك أي مجهود غيرك أنت تركز بس. أدي دلوقتي أنا مستخدم إيه، مستخدم بلف خرطوم بلف عجلة، اسمه كده خرطوم بلف عجلة، عشان المبسم السيليكون اللي إحنا بنستخدمه عايز سن أكبر من ده. فدوت الخرطوم اللي هو بلف عجلة ده بنجيبه من أي عجلاتي موجود، وموجود برضك عندي في الموقع، لو حضرتك محتاجه تنزل تحت في الرابط بتاع الشراء هتلاقيه، وتعمل أوردر يوصلك لحد باب البيت. الخرطوم ده مستوى ايه؟ ان هو رفيع طري جدا جدا تقدر تأكل بيه، تمام؟ ممكن كمان السن المعدن، السن المعدن بيأدي نفس الغرض زي الفل، بس انا دلوقتي المتاح عندي دلوقتي في المزرعة خرطوم بلف العجلة ده، وموجود بفضل الله لو انت عايز توصل له، تمام؟ بندخل بقى زي ما حضرتك شايف كده من شمال الطائر، من شمال الطائر وبننزل في يمين الطائر، تمام؟ اهو دخلت كده من شمال الطائر وبنزل في يمين الطائر. بص كده لو تركز كده عند الحوصله اهو في خرطوم باين اهو. بص انا بخش واطلع عشان اوريه لك اهو. بص ببدا انزل الاكل، بحس ان الحوصله اتملت بطلع على طول، ما بملاش الحوصله لحد الاخر. ده ضروري جدا جدا عشان ادي فرصه ان الاكل يتهضم كويس وفي نفس الوقت الفرخ يتنفس كويس، تمام؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا بعمل عمليه تنظيف بالمره، بما ان انا طلعت الدرج فبنظف الدرج معايا بالمره، بشيل اي فضلات موجوده تماما. وبعد كده هجيب شوية تبن وابدأ انشرهم في المكان بحيث ان هم يمتصوا الفضلات بتاعة الافروخ لما تكبر ان شاء الله، تمام؟ هي بس الفكرة كلها ان انا بشيل اي فضلات موجودة وببدأ اجيب التبن اهو زي ما حضراتكم شايفين، ببدأ ارش كده حول الفروخ بطريقة خفيفة مش مكثفة، لان الفروخ لسه صغيرة، لو انت حطيت تبن كتير ممكن الفروخ تفطس تحت التبن، فاحنا بنحط بكمية قليلة جدا جدا بحيث ان الاهالي تتمكن ان هي تأكل الفروخ بتاعتها. على فكرة الاهالي لما تيجي تأكل الفروخ الفرخ بيبقى نايم على ظهره وبعد كده الاهالي بتأكله، دي معلومة الناس المربين هي اللي عارفين الكلام ده بالظبط، لما يجي الاهالي تأكل بتخلي الفرخ نايم على ظهره، تمام؟ طبعا الميكسر ميكس قدامنا اهو، هبدأ كل ما اجي بقى أكل حاجة هقلبه كويس. طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ ده عش روز، ده عش روز مش عصافير بدري، تمام؟ انا لاحظت هنا ان في رجل، في حاجه ملفوفه على رجل الفرخ ده، ببدا اتاكد كويس. يعني معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام اللي انا ما بمسك الفرخ بقلبه كويس، بشوف ببص على صوابع رجله، ببص على لون جلده، ببص على الحوصله، علشان لو لقيت اي حاجه زي كده، لقيت مثلا حاجه لفه على صابع الفرخ ده ببدا اشيلها بالراحه. طبعا احنا عارفين ان العصافير الروز والفيشر والبركاديلو كله ده بيبني اعشاش، فطبعا انا كنت ماليله المكان ده كرينه الدرج زي ما حضراتكم شايفين، هو طبعا قعد يكسر فيها ويهبط فيها لحد ما خلى فيه فرشه وركن الكرينه الباقيه على جنب. طبعا زي ما احنا شفنا وبنكشف على الفروخ كويس جدا وبنطمن عليهم مفيش اي حاجه، مفيش اي اصابات لا قدر الله، الضوافر سليمة، الرجلين سليمة زي الفل. شفت الفرز، فرز دقيق، لازم كل فرد بحدة وبروحة خالص اطمن. طيب انا دلوقتي لقيتهم بس ما شاء الله واكلين، بس مش واكلين قوي، هبدأ اقلب المستر ميكس بتاعنا وابدأ ادي جرعات، يعني ايه بزود شوية مع الاهالي، بزق وساعد شوية مع الاهالي، تمام؟ برضك نفس النظام، بخش من شمال الطائر وبنزل في يمين الطائر، تمام؟ كلام واضح مفهوش اي خلاف اهو. بخش من شمال الطائر اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، بخش من الشمال او اول ما باجي ازق هو بالشمال وانزل في اليمين اهو. بص انا كده في الشمال اهو وبنزل في اليمين، تمام؟ الموضوع سهل جدا والله، انا مش شايف اي صعوبه في التاكيل اليدوي. بسم الله ما شاء الله، دي مليت الحوصله، احس كده بصوابعي ان الحوصله اتملت خلاص، قبل ما تتملي بشويه صغيرين مطلع الخرطوم بتاعنا وكده زي الفل بفضل الله. امسك بقى الفرخ الثاني وهبدا برضك ايه اديله شويه كده، كل دي مساعده للاهالي وعشان اوري لحضراتكم التاكيل اليدوي سهل وبسيط، حتى لو لبى
عمر يوم واحد، بسيط جدا الموضوع، سهل وبسيط والله. انا بعمل كده مخصوص عشان اوري لحضراتكم ان التاكيل اليدوي سهل جدا. في احد حبيبنا يقول لك لا ما تدخلش الخرطوم كله وممكن على طرف المعلقه، ماشي ممكن، بس على طرف المعلقه ده بياخد وقت، وانما ده اسهل واضمن. انا شايف كده ايه، انا شايف الخرطوم جوه الحوصله وببدا انزل الاكل بتاعي، انما على سن المعلقه ده وببدا ادي للعصفور. العصفور ممكن الفرخ ممكن يشرق لانه لسه صغير، لسه مش عارف يبلع، تمام. فاحنا يعني انا بالنسبه لنا الخرطوم ده امن 100 مره من طرف المعلقه، تمام. وبرضك اللي حابب ياكل بطرف المعلقه والدنيا ماشيه معاه زي الفل، احنا لا نعترض. احنا الهدف اللي احنا نحافظ على الفروخ بتاعتنا ونساعد معاه الاهالي لو الاهالي ما بتزقش كويس، تمام. هروح بقى ادخل دوت عنده عند الاهالي وافرجكم عليهم برضو. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يبقى احنا كده في الفيديو ده فتحنا عش العصافير البادجي وفتحنا عش العصافير الروز، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا دي في فضلات وقع طبعا من ايام الكرينه بقى وايام بناء العش والبيض، فانا بنضف كويس وببدا ادخل، ما بلعبش خالص بقى هنا ايه في الدرج او في نظام التعشيش بتاعهم. العصافير الروز حساس شويه عن البادجي، فانا بقى ايه بتدخل بحرص، تمام. وكده كده هم عاملين فرشه بزياده فالدنيا معاهم زي الفل، والزغاليل لسه صغيره يعني ما وسخوش حاجه، بس هي اهم حاجه التقنيه، يعني اهم حاجه تخلي بالك. الجزء ده مثلا حنين، تمام، ابدا اشتغل معاه براحتي. الجزء ده مثلا حساس، خلاص ابدا اشتغل معاه برضك بحساسيه جامده جدا جدا بحيث ان هو ممكن يسيب اولاده. طبعا انا الحمد لله متاكد من الفروق من العصافير اللي عندي، بسم الله ما شاء الله زي الفل بفضل الله. دايما انا بحب الالوان اللي هي الثقيله، الالوان الحاده دي، تمام. الاصفر اصفر قوي والاحمر احمر قوي بيخلي العصفور سبحان الله يعني حاجه غير عاديه. اللون العيني الحمراء يا جماعه، يعني عصفور لاتيني وعينه حمراء، بص يعني حاجه تحفه. وشه اصفر، وشه احمر، جسمه اصفر 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 قوي قوي، عينه حمراء، ده حاجه كده تقليب العالي. يعني انا عايز بربي لاتيني روز يبقى عندي لاتيني روز، تمام. مش عندي لاتيني روز دخله اخضر، مش عندي لاتيني روز دخله طفره تاني. احنا انا بحب الحاجات البيور، تمام تمام. بالنسبه للبركاديلو برضك حاجه تاني احب اقولها لحضراتكم، العصافير الفيشر او الروز ما ينفعش تربي عصافير فيشر او روز ويكونوا قفص بفاصل. ليه؟ العصافير دي مفترسه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو عندك فاصل واحد وفاصل بين الجزئين، لو جزء منهم لا قدر الله وقف على الجدار الفاصل، الجزء الثاني هيقطع له رجله، هيقطع له صباعه على طول، تمام؟ اما البادجي لا، يعني البادجي ممكن يتربى في قفص بفاصل، تمام؟ بحيث ان البادجي ما بيتطولش على جاره، انما الفيشر والروز بيتطول على داره على جاره. وممكن كمان لو انت بتربي حر وفي عصفور فيشر، في عصفور بادجي وقف على القفص والعصفوره لحقت رجليه بتقطع رجليه. وقبل كده حصلت حادثه معايا من فتره كبيره، كنت برضو نزلتها على القناه، ان فرد روز نتايه كلت بق عصفور بادجي، شالت منقاره خالص، تمام، وفضل المنقار اللي تحت، الفك اللي تحت بس، وكانت حاله صعبه جدا جدا. فديت معلوماتي في الفيديو ده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسناش في اللايك والاشتراك، واعمل مشاركه للفيديو عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.